سامعين كده الشعارات تدب في ارجاء الاستوديو والحماس في كل الاركان والفريقين لسه عندهم الاماني والامال في انهم يفوزوا كل فريق يفوز على الاخر لسه مكملين معاكم يا كل جمهورنا الاجواء الحماسيه المشتعله ديت فريق سهلله هل لسه عندكم الامل في ان انتم تحسموا نتيجه اللقاء النهارده رغم الفريق الكبير في الدرجات لو سمحت احنا مركزين احنا مركزين انتوا كده مش مركزين انتوا كده انتوا بصوا شو كده انتوا كده مش مركزين انتوا كده يعني ايه كده بتعيطوا كده بتعيطوا مش عارف هم قلقانين من ايه يا يونس عارف هم قلقانين من ايه لان لما مش هيفوزوا هديله على بوزه لما مش هيفوزوا انا هديله على بوزه لما مش هيفوزوا انا هديله على بوزه شعلي نوها ولا عوها عارف انت ليه هتفوز؟ ايه يا قلبي؟ ايه عارف انت ليه هتفوز؟ ليه؟ عشان انت راجل عجوز الله انت ليه هتفوز؟ عشان انت راجل عجوز انا اسف سلام امام رباي خلونا نعرف اللعبه الجديده عجوز عجوز بس رياضي عجوز عجوز زي ما احنا شايفين تبادل الشعارات تبادل الهتافات ولكن بلاش موضوع الشعارات ده عشان الدنيا بايظه وضع الاثنين الدنيا بايظه عند اثنين بس عند اثنين بس اللعبه اللي جايه هي لعبه كره اليد يا ترى هنلعبها ازاي هنشوفها مع بعض دلوقتي ده جاي في لعبتي لا لعبت انا لا دي لعبتي بقى لا ما اسمح لكش لا ما اسمح لك اسهل لعبه ممكن تلعبها اصلا طبعا طبعا كفايه انك بتلعبها بايدك طبعا 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 بس واحنا مفتحين يعني طبعا عايزين ضربات جزاء بقى وكده هتلعبوها وانتم مفتحين فعلا بصوا بقى هتتلعب ازاي دلوقتي كره اليد ديت هتلعبوها وانتم مفتحين بس من خلال حواجز بمعنى ايه كل واحد يلعب لوحده الاول يعني ادي اهو ايه اللي هو هلعب الكوره انت هتعمل كمين رخص هلعب الكوره بس لازم الكوره تكون على الارض ما تكونش في الهواء يعني لازم ما دي مش كره يد بقى لازم تبقى كده اهي جبتها انا كده لو خبطت في القمع دوت في القمع دوت وقعته ودخلت ما تحسبش لكن لو خبطت ودخلت من غير ما يقع تحسب حلو ماشي حلو ده عشان نبقى متفقين سهله جدا تمام ماشي جاهزين ماشي. يعني كل واحد ليه ثلاث محاولات كل واحد ليه ثلاث محاولات بس مع كل محاوله بزود حاجز من الحواجز وخدت بالك من الكمين الزياده ده جاهز يا خالد لا ده انا برص الكوره عشان الناس يجي يلعب لا يعني هلعبها مره كده ومره كده تمام يلا كابتن ياسر عشان نصعبها اكتر في خط يلا انا راجل عجوز مش مستحمل يلا 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 يا صلاح اتفضل يا صلاح انا مش معنى طب يا ريس بس يونس اول كوره عادي هي بس كله هيلعب يلا صلاح انا فدل يلا ماشي هنا كده اخري بص انا عايز اقول حاجه ان احنا ما ينفعش واحنا بنلعب نعدي خط النص ده ابدا تمام يعني ما ينفعش ندوس على الخط ده ولا نعدي كده لازم يبقى من ورا الخط الدايره على الدايره على الدايره على الخط على الدايره بالظبط كده شيل الكوره على جنب عشان ما تنخبطش بقى الرجل اصعب على الدايره ما هو لازم الكوره تبقى على الارض ماشي ماشي على الارض على الارض يلا ماشي برافو يا صلاح اول كوره برافو يا صلاح برافو يا صلاح الاوله ايه ده يلا ورينا بقى وجاي طلع رخصه يا عم ايه ده يلا صلاح هو انا روبرتو لا لا ترجع ورا شويه بقى عندك ايه عندك ايه هو انا رونالدينيو انت عندك ممكن تعملها بقى سكرو كده تعملها كده او تعملها كده لا لا ايه بص يا استاذ يونس معلش القمه اللي ورا ده يرجع ورا شويه لا بالعكس هو ده مكانه لا لا والله ما انت تقدر تجيبها يمين او شمال ما انا سايب لك مسافات خلاص اعمل مارك يا باشا عشان ما صلاح المصري صلاح المصري خليك مصري بقى ماشي صلاح المصري سكرو سكرو يا صلاح للاسف ما اتحسبتش لا الله. ما لازمش ما بتعرفش تلعب ضد قوانين الفيزياء ده لا اصل انت لا القمع اللي ورا للاسف ما اتحسبتش ثانيه واحده ما انا هزود لك هيعوضك بقى اصعب بص هيعوضك يعني اتفضل يا صلاح تعالوا هنا لا ما ينفعش تكبك لا 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 لازم تبقى واقف في المنتصف ما هو انا كده هجيب بص يا صلاح ما انت ممكن تعملها ازاي طبعا بص ممكن تعملها ازاي اهو انا واقف في المنتصف اهو اهي
ما جبتهاش. هي مش هتيجي بس حاولت. لا لا ولا علمنا ان احنا نقعد نحاول ومش هتيجي برضه. لا بص يا سلام، لا يتحرك براحته. ما انت لازم تعمل سكرو فيها يعني يا ريس. المهم ما عديش الخط اهي. بص هتيجي قربت. هتعمل فيها محاولات يعني ممكن يجي من تكنيك دلوقتي. انا جبت تكنيك لكن انا ما عملتهاش. ثواني ماشي يعني ممكن تلعب كده. ايوه تعملها كده بس من النص. ايوه بس ما تجيش في شرط الحواجز. لا ما تعديش من بين الحواجز يعني. شرط لا يا باشا. لو تقدر تعديها من بين الحواجز من غير ما توقع حاجه ماشي. لا مش هتقدر. هاتها من هنا. يلا. من هنا. ايوه برافو صلاح المصري. صلاح المصري جايب كورتين. يلا يا لسه برافو يا ياسر. يلا ياسر فاضل واحد. هنكسب برضه. هنكسب. يلا ياسر. لا ياسر دي لعبته ما حدش. ايوه بعد ده. يلا ياسر طلق ياسر. لو بص ضيع موز الكمين لو فتح من يا ليله يا ليله. برافو ياسر. ايوه ما دي برافو ياسر. غمض عينيه دي عادي لو اي ابن اختي يجيبها. وما جاش لي صحيح. ياسر اداء يعني فعلا متالق ليفي. ممكن من اليمين او الشمال. هنا او من ركز ياسر فيها بقى دي. ركز وياسر يا في العرض. في العرض حلوة حلوة بس حلوة والله. مش بالرب يا جاي يا جاي. هي هتيجي. ما حدش بص له. يا ولد يابا عملها عملها ياسر الزنكلوني. ياسر الزنكلوني يا جماعة. مش ممكن. مجهود. يلا يا أستاذ خالد. اتفضل يا أستاذ خالد بقى. عرفت كل الأخطاء بتاعت زمايلك وعرفت كل حاجة. ماشي مالكش حاجة. مالكش حاجة. فضل كورة التلاتة. خلاص صلاح بقى. صلاح فاضل كوره. ما صلاح فيه انتوا مش مشكله مش مشكله مش مشكله. يلا يا عم هات دول بس الاول. هات دول. يلا ماشي. خالد محروس. خالد محروس انت تالي بقى. لا لا ده عادي. ما انت بقى وسعت لك من الثاني اهي جول. ده شفت الخبره. بس اهي مستنيين نمسكوا ليه. ولعوها شعللوها. يلا يا سلام يا خالد يا محروس. يا سلام يا خالد يا محروس. مش ممكن على الجمال. مش ممكن على الجمال. مش ممكن باي طريقه. بيقول لك ما مشيتش معايا في الشارع هنا وعامل شارع هنا. بس ربنا كبير. لمست. نطت نطت. لا يا سلام. لا 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 يا سلام. لا 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 ده مركاه. ما قاعد عباصي والله. دي كده مركاه قاعد عباصي والله. مركاه عباصي. انت ورا في الجو. خالد محروس. خالد محروس وقعها. معلش معلش. بس حلو. عمل محاوله. هو مسموع بالكلام. عمل محاوله كده. جابوا كام كده خالد؟ جايب هما الاثنين جايبين اربعه. اتفرج وانا جبت اثنين. المفروض تجيب اثنين كده. وياسر جايب اثنين. طيب خلاص. يلا بص هجيب الثلاثه. عم باصص. بص عايز يلف سهله. هي سهله. يجيبها بظهره. حلوه 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 حلوه. سهله قوي. فتحت. حلو. هات الكور اللي وراك دي. حلوه. انا ممكن اعملهم بالاثنين اصلا. واخلص. يلا يلا واحنا نخلص. ماشي. اوبا عملها. عملها جاي عشان جاي نكسب. عشان هم جاي نكسب. خانتني وانا بداوا يفتحوا. بص هات عينك. وقعها. ما بس كده مرفوضه. بس مرفوضه. هي اتنينات مرفوضه كده على الفقره. خلاص عملت ثلاثه. ثلاثه كده. دلوقتي تعالوا نشوف مع بعض درجات الفرقتين. حاضر حاضر. سيبها دي ازازه عادي يا بيبس. درجات الفرقتين اصبحت كام بعد لعبه خط الدفاع؟ احنا 700 وحاجه. شعلله 425 درجه. وسهلله 130 درجه. يا نهار ابيض. مفيش داعي. يا نهار ابيض.